بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنبتدي بإذن الله مع بعض كتاب صف تاني للترم التاني بإذن الله، نشرح ونحل فيه التمارين بتاعته ونشوف عندنا إيه الجديد قدامنا. طبعا هنفتح الكتاب على ريفيزيون، في ريفيزيون طبعا هنعمل مراجعة على ما سبق دراسته. المراجعة هتكون سريعة طبعا محلولة قدامكم، انتوا هتذكروها كويس جدا وتاخدوها واحدة واحدة كده وتعرفوا مستوى المذاكرة بتاعتنا شكله ايه. اول صفحة عندنا طبعا دي فيها الموند كلمات، طبعا هناخد الكلمات طبعا ونعمل عليها ريفيزيون سريع كده مراجعة. دي طبعا صفحة 8 و9 وناخد لحد صفحة 18 وهنبدأ نشتغل من صفحة 19. في 19 طبعا الوثيقة اللي قدامنا هنقراها كويس ونتابع الأسئلة ونحاول نحل عليها على أساس ان احنا بنعمل مراجعة سريعة من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رجعنا في الفيديو ده شوية الحاجات البسيطة اللي أكيد أنتوا ذكرتوهم كويس ورجعتوهم، وحاولنا نحل الأسئلة وياريت تكونوا حلتوها بطريقة صحيحة. هناخد بقى إنتيغ طوا اللي هو الوحدة الثالثة لكلوب دو لوكي، يعني نادي المهندمين أو المحبين لللبس والشياكة كده. وحندرس طبعا هنا وصف الملابس والإكسسوارات، وحندرس حاجات كتير خاصة بالشكل وبالموتيف والتغييرات والتعبيرات وإظهار وجهات النظر والقدرة والإمكانية، حاجات كتير حندرسها في الوحدة دي. بنبتدي ببعض الكلمات الخفيفة، كلمة أشا، لوك، كونسير، أوردر، ديزوردر، مجازا، مجازين، فاتمون، ديفيلي، بلوزون، جيم، تيشيرت. وبعدين كلمة لاموند، سيونس، سيسيون، فوتو، مارك، روب، تاي، بواتيك، بوتيك. بعدها في بعض الأفعال الهامة، سيي، رونجي، ماتر، أشتي، أريفي، أنتري، أوبليي، سورتير، نوغوسيير، فوار، أتوندر. بعد الصفات الهامة والتعبيرات زي كلمة مود، سول، أوريبل، جولي، أدورابل، سيري، كور، بلوتارد، فير، لبوتيك، داكور. عندنا في الناحية الثانية كالك، ترو، جنسبا، excusez-moi, s'il vous plaît, attends d'abord, ça me va bien, quoi alors. في الصورة اللي قدامنا فيه بنت بتقول جي مابيل ساغا، انا اسمي ساغا، جي سيزون، عندي 16 سنة، بتحب المود والماركة الماركات، وبتكره سيونس العلوم والواجبات. دي سارة البنت اللي قدامنا، وفي ثلاث صور، صورة لديفيلي العرض، وصورة لسانساسيون فوتو جلسة تصوير، وصورة طبعا للوك شكلها غلاف مجلة. طيب سارة بورت ام بلوز ام بلوز، طبعا فيرت خضرة، تلبس بلوزة خضرة. طيب لا فوتو ا، الصوره الاولانيه فيها في وغارسون، يبقى ان في ان دو في ان دو غارسون ان في، مش عارف مين اللي ورا بالظبط، بس هي شكلها دو غارسون ان في. الجمله اللي بعدها لو لوك دو جور، ده اسم مجازين مجله طبعا. بعدها سارة نيمبا، سارة ما بتحبش طبعا الواجبات، لدوفار ما بتحبش الواجبات. في صورة اللي قدامنا هنتعرف بلولوك دو سارة، يعني منظر سارة، شكل سارة، لبس سارة. مكتوب سيموش، ده سيء، سا سيترو جرون، ده كبير قوي، وعملها ترمي في الملابس. طبعا اخوها موجود وواقف بيقول إليه تاتوا سيبلوزون، البلوزون ده بتاعك انت. طبعا في ثلاث شخصيات هامة في المحادثة، أوليفيير ده الاخ، وساغا دي الشخصية الرئيسية عندنا، ولامير الام. طيب من خلال الصورة اللي قدامنا، سارة شيرش ان فيتمون، سارة بتبحث عن لبس، كلمة بوبي يعني عروسة، اكسسوار يعني زينة اكسسوار، ساكادو طبعا شنطة يد. لا شامبو دو سارة، يعني غرفة سارة ايه، بتكون انديزوردر يعني غير ايه مرتبة، طبعا ما هيش مرتبة قدامنا. سارة ام مي، سارة في رقم 3 مي اون جيم، تلبس بنطلون جين جري طبعا. اوني كوت لي ديالوج، بنسمع الحوار ده دون لا شامبو دو سارة، في غرفة سارة. هناخد الدوكومون بسرعة كده، في الغرفة بتاعت سارة، سارة بتحاول او بتجرب بتقيس كل الملابس، فسارة بتقول ده سيء، سا سيترو جراند، ده كبير قوي. قالت اوليفيير ده اخوها طبعا سون فرير، بيقول لها كاسكو تي في، بتعملي ايه بترتبي، ده بيتريق شكله. قالت له ها 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 يعني بتضحك. جون سبا، مش عارفة كومات غبور لكونسير دو سامدي، مش عارفة ألبس ايه لحفلة يوم السبت. قال لها حسنا انتي خدي الي تاتوا سو بلوزون، البلوزون ده بتاعك، الجاكيت ده بتاعك. فقالت له إلي سوبر، هو بيقول لها إلي سوبر ده رائع، أنا بحبه كتير، مو أنا أستطيع. فقالت له لا أنت ما
ما تقدرش، مش هتقدر يعني، ما ينفعش. سارة قالت له سيكوا سي ديزوردر، لامير بقى الام دخلت قالت سيكوا سي ديزوردر، واحفظ السؤال ده كويس قوي، ايه هو ما هذه الفوضى؟ فقالت لها ماما ريجارد سيجان، بص البنطلون ده مش مناسبني، والتيشيرت ده فظيع مرعب يعني، والفستان ده. قالت لها ولكن اليتروبيتيت هو صغير شويه بس، هو اليتروبيتي الام بتقول لها وهذا الفستان؟ قالت لها ده صغير قوي. سارة قالت لها اون فا فيغ لبوتيك، ممكن نتسوق، ممكن نروح نشتري ملابس يا ماما من فضلك. فقالت لها ماشي ولكن هنشتري قطعة واحدة فقط. اذا الام بتقترح على سارة انها ترتدي روب، طبعا فستان. سارة هتشتري طبعا قطعة ملابس واحدة ان سيلفت مو سامدي، يوم السبت سارة هتذهب لحفل الكونسير، حفل غنائي او حفل موسيقي. اوليفير طبعا معجب بالبلوزون بتاع سارة ده بالنسبة للقطعة دي. الجزء الثاني في القطعة بيقول بلو تارد، فيما بعد دون لاغيف، شارع بقى. الأم بتقول إلي دي جولي تيشيرت، هم عندهم تيشيرتات جميلة دون سات بوتيك، في البوتيك ده تي فون ترين، عايزة تخشي؟ قالت لا أوي نيجارد لوفيرن، شوف الأخضر لا هناك أنا بعشقه. دقايق عدت بقى في البوتيك وسارة بتقول ألور كومو تيلو تروف، كيف تجديه؟ أدورابل، رائع. نو سا مي واتريبيا، هل هو بيناسبني كويس؟ قالت لها وي كوا ايه مي تيني بابا ماتر سا، انت مش هتلبسي ده بور سورتير للخروج، ده قصير جدا وضيق. فالام قالت لها، ساره قالت لها ماما سي لا مود دي الموضه. قالت لها معذره سيدي، تعالى يا فندم الهوي مدام، نعم مدام فوزا في انتيتو، وانت عندك مقاس 3 من فضلك. فقال لها استني انتظري، ممكن نتفاوض على المقاس ده بالنسبه لساره لان هي معجبه بالمقاس اللي جابته. قالت لها اون فافوار، هنشوف يا بنتي مفيش مشكله، وطنشتها كعاده الامهات عندنا، وانت جربي الاول المقاس ده داكور، موافقة؟ قالت لها اوكي ماما، لان عارفة طبعا ان ماما ممكن ما تشتريش حاجة لو غضبت. البائع بيرتدي تيشيرت ازرق طبعا في الصورة قدامنا، سارة بتبحث عن تيشيرت بور لامير. بالنسبة للام التيشيرت بيكون ضيق طبعا، كلمة سيري يعني ضيق. الام بتبحث عن مقاس 3 طبعا لبنتها، بيكون مقاس اوسع شوية واحسن. هنبدأ بقى هنا في الدرس الأولاني لسون أون، احنا خدنا الافتتاحية ديموندي اي دوني سون اوبونيون سيغ دي فيتمون، يعني السؤال وإعطاء الرأي عن الملابس. هبدأ بقى أعرف أسامي الملابس، دي بعض الكلمات الهامة المذكر طبعا: افيو فيتمون، اوردر، ديزوردر، ماجازان، كليون، فوندير، موتيف. ناخد بالنا ان كلمة موتيف دي دايما هتقابلنا معنى نقشة او زينة، يعني نقول البلوفر ده مخطط، البلوفر ده منقط، البلوفر ده مشجر الى اخره من الحاجات دي. مانيكا، وخلي بالك ان مانيكا ده كان دايما كلمة مذكر. بوا دي فيلي، مجازين طبعا، كاغو، بري، موديل، استيل. تعال ناخد كلماتنا المؤنث: ماتير، تيني، اوبونيون، مارك، بير دو فيترين، باسكت. عندنا بعد كده كلمة كولير، مونش، رايور، ارموار، تاي، بوات، بوانتير. بوانتير مقاس الحذاء، خدوا بالكم من الكلمة دي كويس. وساكوش طبعا، ودي كلمة مؤنث غير ساك، ساك بس شنطة، لكن ساكوش حقيبة يد ودي مؤنث. اسيه، بيه، متر، بورتي، سابيه، بونسي، بروبوزي، ديكرير. وعندنا برضو كسبرمي، رونجي، ابريسيه، يستحسن طبعا ده فعل من فعل ابداء الرأي، تروفي، كورير، شونجي، انديكي، بونسي. عندنا برضو كلمة لون، جولي، نيل، اوريجينال، اني، موش، لارج، أوريبل. أوريبل بشع أو فظيع. هنكمل كلمات الدرس عندنا: كلمة ديمودي، كلمة كور، إليغان، سري، كلير، فرنسي، لوكي، بو، بيل طبعا المؤنث بتاعها، أبوا، أكارو، أرايير، أكابو، شامونش، أليبيا، سون، أمونافي.
نبدأ ناخد الدوكومون بتاعت الدرس عندنا هنا بنقوله سليم منى أهلا يا منى سامدي يوم السبت لو 20 ماي 20 مايو سي لانيفرسير دو مارتين ده عيد ميلاد مارتين وهي هتعمل حفلة عندها والحفلة هتبتدي الساعة 8 مساء اللي هي 20 يعني وبهذه المناسبة أنا ببحث عن فستان سهرة في الدولاب ولكن الفستان بيكون ضيق جدا والدتي اقترحت لي ان احنا نتسوق لشراء الملابس بورا شتاغ لنشتري قطعتين من الملابس في البوتيك انا اعجبت بتيشيرت اخضر وبنطلون جينز رمادي ووالدتي نيبادا كور ما كانتش موافقه عشان التيشيرت كان ضيق الور انا غيرت المقاس واخترت مقاس 3 ايتوا وانتي كالتوني تما على فات ايت يعني ايه زي اللي انت هتلبسيه في الحفل يبقى هناخد بقى كلمه تيني هتعادل كلمه لوك هتعادل كلمه ماما البس هتعادل كلمه انيفور ويبقى خدنا كلام كتير بمعنى زين. طيب عندنا لافيت الحفله هتبتدي امتى؟ احنا قلنا الساعه 20 طبعا اللي هي 8 مساء يبقى لو سواغ الاولانيه لامير الام اقترحت على جولي انها تشتري لها انجا اي انتيشيرت اللي بعدها كلمه سيل انيفرسير دو مارتين ده عيد ميلاد مارتين طبعا بعدها كلمه جولي فاشيتير دو بيس هتشتري قطعتين من الملابس اللي هما التيشيرت والبنطلون الجان في القطعة دي بيقول لي اي لوك اي منظر او اي شكل انت بتحب فصحفي من مجلة الموضة طبعا نوجه سؤال ثلاث زباين في المحل في بوتيك ودي اجاباتهم طبعا كانت ناتالي بتقول انا بحب كويس التيشيرتات الضيقة والقصيرة دي الموضة وبالنسبة للخروجات انا بحب ارتدي بنطلون جين وباسكت حذاء رياضي وما بحبش الفساتين بتاعت السهرة دي سيئة اما بالنسبة لمريوم بتقول انا بفضل الملابس الكلاسيك التقليدية الجيبات الروب الفساتين والبلوزات جينيم بال فيتمون كاجوال ما بحبش الملابس الكاجوال جينز والبلوزون والتيشيرت جينيم بال فيتمون دو مارك ما بحبش الملابس الماركات عشان دي بتبقى غالية اما بالنسبة لفينسون فينسون ايوه هي دي بقى فينسون بالنسبة لفينسون بتقول جيسوي كومتو انا زي كل الشباب بعشق الملابس البسيطة ابورتير في الارتداء زي التيشيرتات والبانتاكور اللي هي طبعا البانتاكور اللي هي برمودا يعني البنطلونات القصيرة شوية دي كونجي في انفيت عندما اذهب الى حفلة جيسوي زوبلوجي انا مضطر ان انا البس بدلة وكرافات ده فينسون اعتقد ان فينسون ولد هنا مش بنت مش عارف في الصورة هنا بنت ليه ماشي دي صورة بنت وده خطأ عندنا لانه حتى قال انا موجه لثلاث زباين فزباين مذكر فهي الصورة هنا فيها خطأ شوية فانا هنعلمه عليها كده اهو نقول يا جماعة الصورة دي فيها خطأ بلاش صورة البنت دي وربما يكون ولد مش عارف لو دوكومون ايه الوثيقه دي انكيت بحث او تحقيق والبحث او التحقيق هو سؤال وجه وبعض الناس جاوبت عليه طيب بعد كده بور ماريون بالنسبه لماريون لفيتمون دو مارك سون شير بتكون غاليه طبعا بالنسبه لماريون فالكده هي ما بتحبش تشتري الموضه ارتداء التيشيرتات القصيره طبعا ده بالنسبه لمين لناتالي هي بتحب الحاجه دي اوفيت في الحفلات فينسون بيرتدي طبعا كرافات بدل يعني ماشي داكور ماشي في الصفحه دي عندنا ديكرير لاتيني دان دي امبرسون يعني وصف التيني زي الشخص وطبعا هناخد لونون دو فيتمون اسماء الملابس زي كوستيم وبونتالون وتيشيرت وجيلي وهناخد تايور وهناخد شيميزيير وهناخد بلوف وانوروك ومونتو وبيجاما وجان وبلوزون وسير فيتمون ومايو ومايو دو بان وكلمة سويتا و سويتا كابوش وكلمة كرافات وعندنا كلمة شميز وروب وجيب وليجنز وناخد بالنا من الكلمة دي انها جمع مؤنث وشوسات وكلمة با اللي هي الشراب الطويل وده مذكر طيب هناخد بالنا ان في هو بيقول لي ضع بقى المذكر ومؤنث وده بالنسبة لكم هيبقى تمرين سهل وبسيط لان انا هنقل من فوق مش اكتر من كده
طبعا احنا بنستعيد ذكرياتنا بالالوان بقى، بلو وفير ونوار وجري وجون وروج وأورانج وروز، وطبعا بلون وفيولي. وما تنساش ان انا عشان اقنس الصفات، لو جات الكولير كاسماء فهي مذكر دايما، لكن لو جات كصفات فتتبع طبعا الايه الموصوف، ودايما صفات الالوان تاتي بعد الاسم مش قبله. ماشي. طيب الصفات بتؤنس باو زي نوار وبلو، اما الصفات اللي في اخرها او زي جون وروج وروز دول زي ما هم، بلون بيبقى بلونش، اما فيولي بتبقى فيوليت. عندنا كلمه مارون لا تتغير. طبعا صفات الالوان المركبه من كلمتين ما بتتغيرش ابدا، زي كلمه بلو جرو، بلو جري، بلو جري. اما صفات الالوان اذا تم تحديد درجه اللون، يعني برضو جه لون بعدها، جه فاتح، كلار يعني فاتح، فونسي غامق، سيال سماوي، مارين يعني كحلي، فلا تتغير. يبقى صفات الالوان عامه المركبه لا تتغير. ما تنسوش للتعبير عن الميول للالوان بستخدم فعل من افعال الميول اللي احنا حافظينها كلنا، اللي هي ايمي، ادوري، بريفيري، ديتستي. جيم لو روج اي لو نوار. وفي الحاله دي طبعا انا بتكلم عن الالوان كانها اسماء، فالكده بتسبق بلو، لان كل الاسماء مذكر في الالوان. ازاي اجمع الالوان؟ بضيف اس، اما اللي في اخره اس زي كلمه جري بيستنى زي ما هو، اما كلمه مارو واورانج ما بيتغيروش ابدا، واخد بالي منهم كويس قوي عشان دي قاعده هتبيني كتير قوي وحابب انا محافظ عليها، ان مارو واورانج لا تتغير. بنكمل مع بعض ان صفات الالوان المركبه ما بتتغيرش، نفس الكلام اللي قلناه في المفرد التانيث يعني. وصفات الالوان اذا تم تحديد درجتها زي كليرو فونسي وسيال ومارو ما تتغيرش. اذا سبقت الالوان بحرف الجر اون فبرضه لا تجمع ولا تؤنس وتبقى في حالة المفرد المذكر، زي ما اقول جولي ام لغوب ام بلو، يعني بيحب الفساتين اللي باللون الازرق اللي شكلها ازرق. تعالوا نحل التمرين الاولاني. عندنا بيقول مارتين اشيد دو غوب، هناخد الاولاني عشان بعدها كلمة مارين، ودي درجة من درجات الالوان، فالكده مش هنغير اللون. ماسيغ مي ام بلوزا، ومكتوب كلير، فكلير درجة من درجات الالوان، فهناخد برضو بلو الاخرانية ومش هغير اللون، هيبقى مفرد مذكر. زوي نيم با لي غوب اون، بعد اون طبعا الصفة مفرد مذكر هتبقى نوار اللي هي رقم بي. جولي بورت دي ليجنز، وانا عارف ان كلمة ليجنز دي جامع مؤنث، هناخد نوار الاخرانية. سي سون دي شيميزيير، شيميزيير جامع مذكر بس جه بعدها كلمة فونسي، وفونسي غامق، ودي درجة من درجات تحديد الالوان، فهناخد بلو بدون تغيير. يبقى اتفقنا لونين مع بعض او تحديد لون او حرف الجر اون او سي بعدها صفة مفرد مذكر، الاربعة دول ناخد بالنا منهم كويس قوي ان اللون في هذه الحالات لا يتغير. طيب سي جارسون بورت دو جان سيري، طبعا عشان كلمة جان هنا اللي هي بنطلونات جانز دي جامع مذكر. البنات بيرتادوا دي فيتمون ملابس، ودي جامع مذكر، فهناخد رقم سي جولي جامع مذكر. دانيال شوازي لا نوروك فير، فير هنا اخضر طبعا على اساس ان كلمة انوراك دي كلمة مذكر. بعد كده هو طالب مني ان انا اعمل زي ما هو في المثال اللي قدامنا، ان انا اجيب اللون بعد، طبعا الالوان توضع بعد الاسماء دايما، يبقى انجيب وقبلها كلمة بلي، بحاول انجيب بلي، بس طبعا اعمل اكورد يعني هصلح او اصحح كلمة بلو بان انا اضيف لها او في الاخر، وهكذا بالنسبة للالوان اللي قدامكم. طبعا لو لقينا لون مركب ما تغيروش حاجة، سيبوه زي ما هو ده بالنسبة، او لون بعض درجة من درجات الالوان، ودي موجودة عندكم في رقم 4 ورقم 7 ورقم 8 ورقم 9، دول الالوان لا تتغير. هناخد بقى ليه ماتياغ المواد الخام، والمواد الخام بتصبغ دايما بحرف الجر اون. عند الحديث عن المادة الخام دايما احط اون، زي اون كوتون، ان لين، ان لين، ان فيلور، ان كوير، الجلد طبعا، سواء الحرير طبعا، توال معناه الكتان، وطبعا كلمة ساتان، ساتان يعني الساتان طبعا، وجان الوجانز. مونا بورتين روبان كوتون، كلمة موتيف أو كلمة اسمها أورينمون اللي هي الـ الـ الحليات والنقوشات، دي تاخد بالك منها إن كلمة أبوا، وأبوا دي كلمة مذكر، وأكرو مذكر، وألا سي مذكر، وألا سي معناها برباط، وهناخد كلمة تانية كمان اسمها أتانو هتقابلنا قدام مع بعض. أما كلمة مونش وكلمة تريير وكلمة فلوغ فدول طبعا مؤنث، يعني الصفة اللي تيجي بعدهم تبقى مؤنث، لكن حرف الجر أه هنا إيه لا يتغير ثابت.
صفات الألوان تأتي جامع مذكر بعد الكلمات بوا وكارو ولسي، خلاص داكو. طب صفات الألوان تأتي جمع مؤنث بعد الكلمات فلوغ ورايوغ ومونش، داكو. للتعبير عن الرأي تجاه الملابس بنستخدم سيسا صفة مفرد مذكر بغض النظر عن الاسم الملبس اللي احنا ذكرناه في الايه في الاول، زي ما اقول لروب سي جولي الفستان ده جميل، لجيب لي جيب بعد جامعة هي سيدي مودي انها ايه موضة قديمة. وطبعا طالب مني تمرين صغير، هو تمرين تركيب للجمل، هركب الجمل على هذا الاساس زي ما هو مكتوب قدامنا كده. وكلمة اني الاخرانية دي معناها سادة، يعني اللون بتاعه سادة، مفهوش نقوشات مفهوش اي حاجة. نحل مع بعض التمرين ده. ماريون شوازي ان روب ابوا، واحنا اتفقنا ان ابوا جمع مذكر ومعناه منقط، هتاخد رقم بي. دانيال اشيت دي شميز بيتيتا بيتي دي جمع مذكر عشان بعدها كلمة كارو. علي بورت ان شميز امونش، امونش طبعا هتاخد كورت جمع مؤنث هنا ومعناها قصيرة باكمام قصير. سيسون دي شميزيغ افلور، كلمة فلور جمع مؤنث فهتاخد الاولانية طبعا كولوري ملونة. جولي بورت ان سير فيتمون ان كوتون، عشان المواد الخام بتصبغ بحرف الجر اون، كلمه كوتون يعني قطن، وسير فيتمون طبعا احنا عارفين ان معناها ترينج او ملبس خارج. جولي مي انسويت اكابوش، اكابوش اكابوش يعني بزنط بغطاء للراس، كلمه اكابوش. جي بورت ان بانتالون ان جان، لان جان هنا ماده خام جان. ايل بورت ان شيميز ارايير، كلمه رايير جمع مؤنث فهناخد كلمه بلو الاخيره اللي هي ازرق جمع مؤنث. سيتان تيشيرت ارايير، هناخد بلو بس عشان جا بعدها درجه من درجات الالوان في صفه الالوان مارين فهناخد بلو رقم 5. سيتان انوراك كارو، كلمه كارو معناها طبعا احنا قلنا مع بعض انها معناها كاروهات بتصبغ بحرف الجر او جمع مذكر. لا روب اتري جولي، الفستان بيكون جميل، طبعا هنا صفه عائده على كلمه فستان، وفستان هنا مؤنث. لا روب سي تري جولي، بعد سي صفه مفرد مذكر، ليفيتمون سي تري بو او سي بو انها جميل. صفات الاشاره كنا خدناها طبعا في سنه اولى كلنا عارفينها، اللي هي سو ستة ستة سي، وسي الاولانيه بيجي بعدها مفرد مذكر بس مبدوء بحرف ساكن، يبقى مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، يبقى مفيش حاجه اسمها سي ابوستروف. سي ابوستروف دي ما بيجيش الا مع مين؟ هنقوله دلوقتي. سات طبعا بيجي بعدها مفرد مذكر بس مبدوء بحرف متحرك، اما سات سات بيجي بعدها ايه؟ ها مفرد مؤنث سواء مبدوء بمتحرك او ساكن، زي سات روب وسات ايش اغبا. عندنا سي بقى للجمع بايه؟ بنوعيه، زي سي بول بلوفرات وروب وانوراك. ما تنساش انتبه ان سوي هنا ضمير اشاره وليس صفه اشاره، اذا جه بعدها طبعا فيرب اتر لما نقول سي تامبلو سي تامبلوفر او بول، يبقى سي ما بتاخدش ابوستروف الا لو جه بعدها اتر بس في المفرد، يبقى سي. سي سون طبعا دي الجمع بتاعها سي سون دو بول سي سون، يبقى سي ضمير اشاره، لكن الاربعه اللي احنا خدناهم قبل كده سي سات سات سي دول ايه؟ صفات اشاره. الضمائر ياتي بعدها اسم لكن الصفات برضو، الضمائر ياتي بعدها فعل لكن الصفات بيجي بعدها اسم، صفات بعدها اسم ضمائر بعدها فعل. هنحل بسرعه التمرين ده، ومحلول اهو روب فستان مؤنث خدت سات قبلها، انوراك مذكر بس مبدوء بحرف متحرك، ستيل يعني اسلوب او ستايل يعني زي ما بيقولوا ده مذكر، مجازين مجله مذكر، اما شيميز مؤنث، كلمه ليجنز جمع مؤنث طبعا، كلمه سيرفيت مو مذكر معناها ترينج، بلوز البلوزه طبعا مؤنث، اما سي موديل ده مذكر يعني موديل او نموذج، سي شوسيت شوسيت يعني شراب طبعا ده جمع مؤنث، سي بول مذكر، سات امي ده مذكر طبعا، سي لوك مذكر، ساتيني يعني زي ده مؤنث، سي فيتمون طبعا ملابس او ملبس يعني ده مذكر، سي موديل دي جامع طبعا، وسي مايو طبعا عندنا دي كلمه سو فكلمه مايو زي البحر دي كلمه مذكر، وسي فولار يعني وشاح او شارب يعني، وسات سنتير الحزام طبعا هياخد سات مؤنث، وسات فيست جاكيت، وسي بيجاما بيجاما طبعا مذكر، وسيبول دول طبعا ايه
جمع. ديموندي ان اوبونيون صيغه فيتمون لسؤال عن الراي، بقول كاليت هنا في سير، وتاخد بالك من حرف جر سير ومن كال هنا مذكر وكلي وبعدين سير مع اوبونيون، يبقى تاخد بالك ان كال مذكر عشان كلمه افي، كال الثانيه مؤنث عشان كلمه اوبونيون، وتاخد بالك ان بيجي بعدهم حرف جر سير. كويس قوي. في بقى مع فيرب تروفير ممكن استعمل كومون، كومون تي تروف سي بول، كيف تجد هذا البلوفر. اما مع فيرب بونسي فبنستعمل كاسك، كاسك تي بونس دي سي بول، وتاخد بالك ان بونسي دايما يجي بعدها حرف الجر ايه، ها دو. مع سؤال عن الراي بونسي بيجي بعدها حرف الجر دو، ناخد بالنا، لاحظ استخدام دو بعد بونسي، ويمكن ان نقول اسم الشيء واقول كاسك ام بونس، يبقى لو بونسي هيجي بعدها الشيء تاخد دو، لو ما جاش الشيء وجاء قبلها في الاول خالص تاخد اون، يبقى لو النقط قبلها اون، لو النقط بعدها دو، النقط قبلها اون، النقط بعدها دو، ودي معناها ما رايك فيه او ماذا تعتقد فيه.